غدا ضيفنا خصما عنيدا للإسلام السياسي الذي اتهمه بالتحريض على الرمز اليساري شكري بلعيد الذي سقط برصاص الظلام وأسقط وهو في قبره أكثر من حكومة. وحتى لا يكون التونسيون مع يد حمراء جديدة، فمن الضروري معرفة قاتل بلعيد الذي لا زال مجهولا بغض النظر إن كان جهازا داخليا أم خارجيا. اعتبر عبيد البريكي أن مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي جريمة سياسية. باعتقادك ومن خلال التجارب، هل سيصل القضاء إلى التقرير النهائي عن الجهة التي قتلت الاثنين معه؟ هو صعب لكن ممكن. شو معنى الحقيقة؟ أولا يعني إلى الآن حكومة الترويكا وتحديدا حركة النهضة لم تعترف هذه الحركة بأنها المسؤولة سياسيا عن عملية الاغتيال، رغم أن هذا لا يجادل. أنت تحكم جريمة اغتيال في عهدك. الجزء الثاني من خطط ومن نفذ ومن قرر في النهاية. معطيات كثيرة طرحتها هيئة الدفاع، كثيرة جدا وبالوثائق، واعتمدها في ظرف معين الرئيس الباجي قائد السبسي يرحمه، وقال هذا ملف وطرحه على الأمن القومي. لكن طبعا بين عشية وضحاها غير ماذا حدث؟ لابد وأن حدثا كبيرا طرأ. أنا اجتهدت فقلت تمت مقايضة الباجي يرحمه بملف آخر لا أحد أقرباه، سنأتي إليه فيما بعد. يعني هذا، لكن التوجه الآن ما يحدث في القضاء وعن وكيل الجمهورية، كل الناس تتابع الآن، لم تعد المعلومة مقتصرة على تونس، كل الناس تتابع اليوم في معطيات جديدة. لكن هل ستتوفر الإرادة السياسية للأحزاب الحاكمة كي تدفع إلى الأمام نحو الكشف النهائي عن هذا؟ أنا لا أعتقد بتحالف حالي أن نسير إلى الأمام في الكشف. لابد أن تتوفر إرادة تقتنع بأن الكشف عن جرائم الاغتيال هو التأسيس لأرضية صلبة لمقاومة الأمن فعليا، لمقاومة عفوا الإرهاب فعليا وإقرار الأمن. وقتها تعرف من وين الإرهاب وتتجه نحو القضاء عليه. ما لم يكشف عن هذه الجرائم، قلت عملية صعبة لكن ممكنة، خاصة في ظل التطورات الحالية. لكن لماذا استهدف الإسلام السياسي شكري بلعيد ومحمد البراهيمي تحديدا؟ شكري بلعيد، أنا كنت رئيس مؤتمر حركة الوطن اللي هو طلع فيها بنا، لأنه كنا مع بعض. شكري بلعيد كان ذكيا جدا في طرح ما تتطلبه تونس، وتجاوز يعني الطرق التي يتعامل بها اليسار والتي ما زالت لم تبتعد عن عقلية السبعينات. شو معنى الحديث باختصار؟ في البداية قال لابد أن نتجمع لنواجه ما يحدث في تونس، لأن الثورة أنجزها الفقراء وأنجزها المحرومون، ولكن ركبها آخرون لا علاقة لهم بالفكر الاقتصادي والاجتماعي. دعونا إلى واحدة، صار حزب الوطن الموحد. بعدين قال هذا لا يكفي، لابد من جبهة شعبية. انطلق في اتجاه الجبهة وهذا مهم جدا، وكان يصرح فيقول هذا لا يكفي، لابد الآن من التفكير في حزب يساري كبير. وقبل اغتياله بأيام رفع شعار لابد من جبهة مدنية تواجه الردة، ديمقراطية تواجه إمكانية التراجع عن الحريات، واجتماعية لأننا نحتاج إلى عدالة. هذا الوعي وهذا الطرح جعله مستهدفا في عملية الاغتيال، خاصة وأنه حسم مسألة الدين في خطاب شهير: شعبنا شعب عربي مسلم وسندافع عن هذه الهوية. يعني سحب البساط حتى من طبعا البراهمي، يعني كي ربما لا تتهم النهضة بأنه هي التي معتها واجهت بلعيد واغتلته لأنه كافر. اختارت البراهمي، والذي كان آنذاك يسير بشكل حثيث جدا من داخل مجلس النواب في الكشف عن تاريخ الإسلام السياسي، وله تدخلات في هذا الإطار. لم يكن اختيارا اعتباطيا وما كان مدروسا. يعني بس هذا كله في إطار التقديرات ليس معلومات أو هذه القراءة، لأن الأحداث السياسية تقرأ. هذه قراءة لما حدث آنذاك
لماذا يستهدف البراهمي بالذات وبالعيد بالذات؟ المسألة مسألة طرح، هؤلاء يختارون من يشكل خطرا على انغراس الإسلام السياسي في تونس، واستهدف معناتها هؤلاء. لماذا لم يتم اغتيال أحد من حركة النهضة مثلا؟ لماذا لم يتم اغتيال حلفائهم آنذاك؟ طبعا الاختيار كان اختيار مدروس نظرا لخطورة ما يطرحه، وتقريبا معناتها اللي جوهره تطوير الفكر اليساري من أجل أن يتخذ له موقعا في التاريخ لتتشكل جبهة قادرة أن تقف ضد الطرح إلى إعادة نظام الخلافة وإعادة النظمة السابقة، وهذا هو الطرح اللي طرحه. هذا بالضبط الأصل.